l'équipe marocaine féminine de TGCC. Donc on participe à la 36e édition du Marathon des Sables. On sera demain, Inch'Allah, sur la ligne de départ. Donc moi, c'est Hesna Hamdouche de Kinitra, donc c'est ma deuxième participation. J'ai participé à la 35e édition et là c'est ma deuxième participation. عزيز الرجي فانكور سنة 2021 هذه بالنسبة لي خامس مرة بغيت نلعب الماراثون دي صابل ونتمنى إن شاء الله نحافظ على اللقب ديالي رغم المنافسة القوية إن شاء الله نتمنى النجاح وكنتمنى النجاح الفريق النسوي اللي كاين في التي جي سي إن شاء الله. اسم ديالي فاطمة بن عباس وهذه كانت أول مشاركة ديالي في هذا الماراثون وكانت الأمنية ديالي أنني نشارك في هذا الماراثون الحمد لله تحققت الأمنية ديالي والفضل والدعم كيرجع للتي جي سي سي وكنتمنى التوفيق. عزيزة العمراني من مدينة فاس بالنسبة لي أول مرة كنشارك ماراثون دي صابل وكنتمنى أنني نفوز بهذه المرحلة هذه الأمنية ديالي وكنتمنى التوفيق للجميع الأصدقاء ديالي وكنشكر شركة تي جي سي سي اللي عطتني هذه الفرصة هذه.